الحمد لله على الانتصار الأهم هو الانتصار، ما كتهمش الجائزة ديال اللاعب أحسن لاعب في الجولة ولا شي حاجة، ما بقدر ما كيهم هو خصنا نربحو والفرقة تكون ديما في المراتب الأولى، هذا هو الأهم ديالنا في فريق الرجاء. الحمد لله هذا الانتصار بغاو يديرو الجمهور ديالنا اللي لاجا اليوم ساندنا بقوة، وكنبغيو نوعدو بأن ديما نعطيو 100%، والحمد لله ربي كيجازينا في أرضية الملعب. خويا كنت حسيت في الآخر ديال الشوط واحد انزعاجات الفخ ديالي وما قدرتش نغامر، المدرب قال لي خاص ترتاح باش ما نغامروش كثر تزاد تفاقم الإصابة، هذا هو الشيء اللي كان. كما عرف فريق الرجاء معروف عليه لأي مسابقة كيدخل لها خاصو ينافس عليها، الهدف ديالنا هو ننافسو على المسابقة، هذا هو الشيء اللي كاين.